ما اعتقدش الست ممكن تعمل كده. مجرد الست بتستدعي كل انوثتها وشياكتها واناقتها ولباقتها وثقافتها لو قادره، لو راح تقدم في شغل او حتى متقدم لها عريس. الرجل بيستدعي شخصيه كاذبه ممكن يحط على نفسه مواصفات مش موجوده اصلا لمجرد انه يكسب الوظيفه دي او يكسب قلب الست دي او يدي انطباع مش موجود. الراجل اللي من النوعيه ديت تعليق حضرتك عليه ايه؟ يا استاذه، الراجل في الكذب زي الست بالظبط، وبل بالعكس كمان. انا عايز اقول لحضرتك مع احترامي طبعا ان الست متهمه بالكذب اكتر، لان الست كثيره التجمل اكتر من الرجل. تمام. والرسول عليه الصلاه والسلام طبعا مش بحب استشهد بالاحاديث قوي في الامور اللي هي العامه، لان ده امر مشترك، ربما الرجل يكذب او الست، بس هنسلط الضوء على الرجل فقط يبقى احنا ظلمناه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. يعني انكار المعروف اكتر من الست. يبقى فين هنا بقى الراجل ليه؟ والله ما رأيت منه خيرا قط. الست اذكى، الست اذكى، اذكى ليه؟ اذكى ليه من الرجل؟ اذا كان الست بتتظلم اكتر والست بتخاف اكتر منه من كبيولوجي. عشان هي الاضعف يا دكتور. نعم يا فندم. عشان هي لا، كقلب، كقلب لا، هي ضعيفه. حتى لو ست قويه وبتلعب ملاكمه هي اسمها ست برضه. لا لا، ما انا بتكلم في كده، ان هي العمليه مش قصدي قوه بدنيه. اه بالظبط. انا قصدي ان هي ضعيفه، ان هي طول الوقت محتاجه للامان للسند. يبقى ليه الرجل هو اللي كذاب والست اذكى منه؟ لا، مش كده. احنا ما قلناش. تمام. هو بيمارس عليها لعيبه بمنتهى الحب. انا هعرض على حضرتك بس كده اسباب الكذب اللي هي خاصة بالسيكولوجي نفسيا اصلا. اسباب ليه؟ اسباب ممكن تنطبق على الرجل. لماذا يكذب الرجل؟ هو السؤال. الخوف اول سبب من اسباب الكذب، خوف العواقب. ربما هو خايف انها تزعل، ربما خايف ما تقبلوش اللي هو كذب عشان بيتقدم لها. طبعا ده غش، بس المهم دي من اسباب. كذب على قال انا شغال شغلانه كذا وهو مش شغال، قال على شهادته كذا. والناحيه الثانيه نفس القصه، ايه المانع ان هي ممكن تكذب عشان تكسب حاجه؟ طيب يبقى الخوف من العواقب. طيب كسب المنافع برضه وزياده الفوائد، انا لا اكذب ولكني اتجنب. تمام. طيب الشهير احيانا بيكون الكذب لتجنب الذكريات المؤلمه. حد بيسالك على حقبه زمنيه من عمرك، بيقول لك حصل لك ايه ايام الجامعه، فهو حصل له صدمه، حصل له حاجه، فيكذب يقول اي حاجه، يقول له انت فاكر كذا، يقول له لا مش فاكر مثلا، وهو فاكر. الكلام ده عن الست وعلى الراجل منطبق على الاثنين. طيب انقاذ النفس في المواقف المحرجه، احرج او احرجت، بيكذب. ده من اسباب الكذب. تجمع بعد ده سيكولوجي. الست في كل الاثنين منطبقه. فين الراجل هنا؟ اشمعنى الراجل؟ ما احنا زي بعض. طيب الست زي الراجل، الراجل زي الست. الخيال الواسع، يعني حد خيال واسع، فده طبيعته بيكذب. ده من اسباب. طيب ايه تاني؟ العداوه والكراهيه، في كره، يكذب تكذب ما فيش مشكله. طيب كذلك كسب الشفقه، وده موجود في الست اكتر. يعني هي عايزه منه فلوس، عايزه منه معامله كويسه، عايزه يخرجها كتير. كسب الشفقه، عايز تكسب وده اكتر. يعني ممكن تدعي المرض او تدعي تتمارض مثلا، او تدعي مثلا ان معهاش ما عندهاش حاجه او ما كده. ربما الكلام ده منطبق على الاثنين. انا بقول لحضرتك ما هي ليها تدعي. انا ببرئ الرجل النهارده ان هو يكون مختص بالكذب. انا ببرئه. هو كان شخص شديد، شخص قلبه مش رقيق، شخص مش بيحبها. ما هو في ناس بتتجوز مش عشان بتحب، في ناس بتتجوز عشان تتجوز. يبقى كده